السلام عليكم ورحمة الله، معكم يوسف خليل من امباير. بس كنت حابب النهاردة نحاول نغطي الأجزاء اللي كانت نظرية في محاضرة 2 في مادة البروجرامينج. انتوا عارفين المحاضرة كانت كبيرة حوالي 95 سلايد، فممكن يبقى مرهق عليك شوية ان انت تطلع الأجزاء النظرية اللي فيها، فبس في 29 سلايد بس حاولنا ان احنا ايه ناخد أهم الأجزاء النظرية، ما كانش كلها يعني. برضو لو في حاجة مش انكلودد في الفيديو ممكن نبقى شرحناها في فيديو سابق من البلاي ليست بتاعت بايثون، بحط لكم اللينك بتاعها في الديسكريبشن. طيب بالنسبة لأول حاجة، هي حاجة بسيطة جدا يعني، بيقول لك إن الفلوت نمبرز اللي هو الرقم اللي فيه علامة عشرية زي 5.2 مثلا أو حاجة زي كده، أقدر أعبر عنه بكذا طريقة في الحياة عموما. في حاجات منهم acceptable في بايثون، مقبولة يعني في بايثون، تمام، accepted في بايثون هنا، وفي حاجات مش accepted. زي إيه طيب؟ زي مثلا عندك رقم زي ده، أنا لو كتبته بالطريقة ده البايثون هيقبله، مش هيقول لي مشكلة، اللي هو 5 بوينت الرقم. طب لو كتبت 5 بوينت بس، هل فيها مشكله؟ لا، 5 بوينت 0 ما فيهاش مشكله. طيب 5000 بوينت رقم معين ما فيهاش مشكله. طيب لو حطيت علامه البلس قبل الرقم وحطيت بوينت بس، او حطيت علامه بلس قبل الرقم وحطيت بوينت 0 او بوينت رقم معين، هل ده فيه مشكله معايا؟ لا، ما فيهوش اي مشكله. علامه البلس نفسها انتوا عارفين باي ديفولت الرقم بيبقى بوزيتيف، علامه البلس بتقول هو بوزيتيف، فبالتالي ايه هي يعني مش هيبتدي ان هو ياخد باله منها يعني، او مش هتاثر معاه في حاجه. طبعا علامة النيجاتيف بتغير الساين بتاعت الرقم، فأكيد هياخد باله منها يعني. طيب ما تقول لنا بقى الحاجات اللي مش اكسبتد في البايثون. طيب اللي مش اكسبتد في البايثون ان انت تبتدي تحط النوتيشن بتاعت الكوما دي. ايه يا عم الحوار ده؟ بيقول لك ان في بعض الناس مثلا لما بتيجي تكتب، يعني الحوار ده مش مشهور عندنا في مصر قوي، بس لما بيعبروا عن رقم بالالفات مثلا، يعني مثلا 25000، روح كاتب 25 كوما وثلاث اصفار، بمعنى ان هو مثلا العدد بتاع الالفات، يعني انا عندي 25000 يبقى معايا كام الف؟ 25، يروح كاتب 25 بعدين كوما بعدين ايه بقيه الرقم. مثلا لو 25500 فيروح كاتب 25000 25 وايه كوما ال 500 مثلا بتاعته، تمام كده تمام. طيب لو 5000 هيروح كاتب الخمسه وايه والثلاث اصفار. طيب ده مش اكسبتد هنا في بايثون، حلو، بس كده يعني، دي المعلومه الايه اللي تطلع بيها من هنا. نفس الكلام بقى بنفس الطريقه، بيقول لك لو حطيت ايه بوزيتيف ساين هنا، يعني ادام ده اصلا من الاول مش اكسبتد، فكل اللي جاي ده مش اكسبتد، حطيت له بقى بوزيتيف ساين، حطيت له نيجاتيف ساين، عملت الكلام ده كله، كل الكلام ده ايه مش مقبول معانا هنا، تمام. طيب بيقول لك ان انا يعني بيكلمك عن حاجه ايه بتاعه البرسيجن. انا ممكن اكتب البرسيجن بطريقتين اختصارا. عارفين مثلا لو عندنا رقم 1000 تمام كده، وعندنا رقم تاني مثلا 0.0 0 1، حلو كده، حلو. الرقمين دولت ممكن نقدر نعبر عنهم بطريقه بطريقه اكسبوننشال، يعني طريقه فيها باور. لو انا قلت مثلا 1000 ده اقدر اعبر عنه ازاي؟ بيكون بطريقه فيها باور 1 تايمز 10 باور 3، صح؟ لو مثلا اللابات بتاعه الفيزيكس والكيمستري تبتدي تكتب الارقام بالشكل ده. طيب الرقم اللي هو 0.001 اقدر اعبر عنه ازاي؟ 1 في 10 اس نيجاتيف 3، صح ولا غلط؟ صح. فالطريقه دي ايه؟ طريقه اكسبوننشال، مش مشهوره قوي ولكنها ايه نقدر نعبر عنها في البايثون. 10 اس اللي هي اي دي، يعني اي بوست 5 دي ايه كاني بقول 10 اس 5، حلو كده، يعني الرقم ده مضروب في ايه؟ في 10 اس 5. يعني بكل بساطه هتلاقي شرحها بالتفصيل الناحيه الثانيه اهي، اللي هي 9.00 الرقم ده كله كده، بعدين احط اي بوست 5، يعني انا كاتب نفس الرقم ده مضروب في 10 اس 5، تمام كده تمام. طيب الرقم ده كله كده اهو لحد الواحد دي، بعدين اي 8، يبقى الرقم ده كله مضروب في كام؟ في 10 اس 8 باور 8، حلو كده حلو. طيب الرقم ده اي نيجاتيف 16، تمام، يبقى الرقم اللي قبل الاي ده كده كله مضروب في 10 باور نيجاتيف 16، حلو الكلام ده، اظن ايه ما فيهوش صعب، ما فيهوش حاجه صعبه يعني. طيب تعال نخش على مفهوم اسمه الاوفر فلو ومفهوم تاني اسمه الاندر فلو. الاوفر فلو مش موجود بس هنا، يعني لما تخش في الداتا ستراكشر، لو تعرف اصلا اشهر موقع بيحل برمجه اصلا اسمه ايه؟ اسمه ستاك اوفر فلو. يعني ستاك اوفر فلو دي حاجه في البرمجه، يعني في الايه في الداتا ستراكشر، ممكن لو انت تعرف داتا ستراكشر اكيد هتكون عارف. مش عايزين نخش في تفاصيل ملهاش لازمه. يعني الاوفر فلو معناه بالعربي يعني ايه؟ يعني فيضان. فيضان يعني ايه؟ يعني نزل لي مثلا كميه كبيره من الميه على ايه كوبات ميه صغيره ما تستحملش، فتبتدي ايه الميه تخرج بره، يعني فاهمين؟ يعني انا عندي كميه كبيره قوي من الحاجه والمكان ده صغير ما يستحملهاش. ده بكل بساطه لو كنا رجعنا 2 سلايد في حاجه كده ايه انا ما قلتهاش، ان السايز او
الذاكره مثلا تقدر تستحمل في الفلوت في الفلوتنج هنا في البايثون من 10 اس 308 نيجاتيف 308 عشان نقول ايه القيمه الاصغر لكام؟ ل 10 باور 308. تمام كده، هتلاقيها اصلا ايه موجوده في سلايدين فاتوا يعني. يعني اصغر قيمه ممكن ناخدها كفلوت هي القيمه دي، تمام، واكبر قيمه ناخدها كفلوت هي القيمه دي. يعني لو حطيت قيمه اكبر من ال10 اس 308 يحصل لي ايه؟ يحصل لي اوفر فلو. طيب ايه اللي انا هشوفه على التيرمينال؟ يعني الرقم ده اكبر من القيمه دي، حلو، فبالتالي هيطلع لي على التيرمينال بتاعتي او نتيجه لده اي ان اف، اللي يختصر لايه؟ لانفينيتي. تمام كده، تمام. طيب تعال بقى نشوف اللي عكسه، اندر فلو، ان انا دخلت قيمه اصغر من القيمه ايه المسموح بيها. احنا قلنا اصغر قيمه مسموح بيها اللي هي 10 اس نيجاتيف 308، صح كده؟ صح. طيب حصل لي اندر فلو، فالاندر فلو ده ان انت دخلت قيمه اقل من المسموح بيها، فبيطلع لك ايه؟ 0.0. تمام كده، تمام. طيب هنا عندي الاكسبوننتس، هنا زي ما قلنا احنا نقدر نعبر عنها الرقم، وهنا اي 200 دي ان انا كاتب الرقم ده، يعني نفس الطريقه هنا كده، الرقم ده الاي يعني 10 باور 200. تمام كده، تمام. فهو هنا كان بيقول لك لو حاجات زي دي كتبتها في البايثون هيطلع عامله ازاي، هتطلع شكلها عامله ازاي، فانا حاططهم لك هنا. تمام، ادي الرقم اهو، واي باور 200، والرقم ده اي باور 100. تمام كده، فطبعا هتضرب الرقمين دول في بعض وهتجمع، وهتضربهم ايه في 10، وتجمع الاثنين اسس اللي فوق ال10 دول 2 باورز، فتطلع ايه مضروبه في 10 باور 300. تمام، ده بس ايه بيتست ان انت فاهم الكونسبت، ان ده رقم مضروب في 10 باور الرقم ده. تمام. طيب في بقى حاجه اسمها الفورماتنج. حلو، ايه حوار الفورماتنج ده؟ ان انا عندي رقم فلوت بالشكل ده كله، يعني انا عملت عمليه حسابيه زي ان انا بقول له ايه 5 على 7، فطلعت لي رقم كبير قوي كده. فانا لو مثلا بعمل ابلكيشن لمطعم، بعمل ابلكيشن اي حاجه، ما اظنش ان انت مثلا رحت قبل كده حاجه فيها عمليه حسابيه زي بنك او مطعم وطلع لك ان الباقي او الفلوس اللي انت محتاج ياخدها منك او وات ايفر يعني رقم كبير بالشكل ده، لازم يعمل بريسيجن معينه، يعني مثلا يحط ماكسيمم 3 ارقام بعد الديسيمال بوينت، ده الماكسيمم بتاعه، اكتر من كده ايه ده هيبقى ارقام ملهاش لازمه بالنسبه لي يعني. فبالتالي ازاي اقدر اعمل حاجه زي كده في بايثون؟ بفانكشن اسمها فورمات. طيب فانكشن اسمها فورمات دي شغاله ازاي؟ الفانكشن دي بتاخد تو ارجيومنتس هنا، الرقم اللي انا عايز اعمل له الفورماتنج، تمام كده، وعايز تاخد كام رقم بعد العلامه العشريه بعد البوينت دي. فهنا هنقول له ايه؟ هنقول له بوينت اللي هو انا عايز بعد البوينت دي رقمين، بحط له هنا الرقم، ممكن احط 2 بدل 3 دي وهنشوف قدام، واف دي اللي هي اختصار مثلا الفلوت وكده. فبس انت هتقول لي طب ده ما الرقم ده في رقم واحد بس بعد العمليه العشريه، فانت مثلا لو قلت له هنا 3 يروح ايه عايز 3 ارقام، هيديك الرقم اللي هو موجود هنا والباقي يملاه لك ايه اصفار، زي ما انتم شايفين هنا هو حط الرقم بس اللي موجود وايه وزيرو هنا عشان ما فيش رقم تاني. لو كنت حطيت له 3 كان هيملى ايه رقم تاني صفر، 4 يملى ايه يعني هيحط الرقم الموجود والباقي هيملاه ايه اصفار. تمام كده، تعالوا بقى في مثال زي هنا. هنا ايه انا قلت له حط لي رقمين بس بعد العلامه العشريه، فاختار ايه ادي البوينت هنا 1 2، وراح حاطط البوينت هنا يعني قصدي اخره هنا يعني، وخد دول بس ورمى ايه الباقي مش محتاجين. تمام كده، تمام. طيب تعالى بقى بالنسبه للفانكشن بتاعت فورمات دي برضو نشوف فيها حاجه مختلفه شويه. هنا انا قلت الرقم ده 2 باور 100، حلو، حلو قوي. طيب طلعت لي رقم، والرقم ده انا عايز بريسيجن معينه يعني دقه معينه بعد العلامه العشريه 6 ارقام، ادي 1 2 3 4 5 6، ادي ال6 ارقام بتوعي. طيب ايه الاي دي؟ انت مش كنت قلت لنا ان انت بتحط اف؟ لا، الاي دي معناها ان انا عايزك برضو بعد ما تاخد له البريسيجن 6 ارقام، عايزك تعمل ايه؟ تعبر لي عنه بطريقه الايه؟ بطريقه الاكسبوننشال اللي احنا اتكلمنا عنها، ان هو ايه يبقى مضروب في 10 اس حاجه معينه. تمام كده، تمام. فدي بتعمل لي الاثنين في وقت واحد، بتاخد لي بريسيجن معينه بعد البوينت وتضرب في 10 اس ايه رقم معين، هنا في الحاله دي هتبقى 10 اس 30. تمام كده، تمام. طيب بالنسبه برضو للفانكشن بتاعت فورمات نقدر ايه نشوف امثله عليها، يعني ده مثال كان محطوط في السلايدز، باي ذا واي كل حاجه هنا مكتوبه انا واخدها كوبي بيست من السلايدز، بس ايه ممكن بزود حاجه زي السودا اللي في الجنب دي ان انا بجربها على التيرمينال مثلا واقول لك ايه، او على الشيل يعني، وبقول لك الاوتبوت بتاعها طلع ازاي مثلا يعني. تمام، هنا بيقول لك ايه خد 2 بعد العلامه العشريه، فهو ايه خد 25 هنا،
انا جربت رقم مختلف مثلا، ادي الرقم بتاعه في ارقام كتير بعد العلامه العشريه، قلت له خد 3 بس تمام وحط لي كما. طيب ايه حوار الكما ده بقى؟ الكما ده ان احنا انا عايز اعمل حاجتين في نفس الوقت، ان انا اعبر عنه بالنوتيشن بتاعت الكما زي ما قلنا اللي ايه 5000، بحط الخمسه كما ثلاث زيروهات عشان ايه اعبر عن الالفات بتاعتي، حلو كده، وفي نفس الوقت اخد مثلا رقمين او ثلاث ارقام بعد العلامه العشريه. هنا انا عندي كام الف؟ عندي التلاتة بس، يعني ده 3445، يبقى انا عندي 3000، يبقى بعد التلاتة هحط الكوما زي ما حصل هنا تمام. وعايز كام رقم بعد العلامه العشريه؟ 3 ارقام، فاخد من دول ايه 3 ارقام بس. طبعا هنا بيعمل راوند، يعني مثلا عشان يجي عند الرقم التالت ده مش هيحطه زي ما هو، لا لازم يشوف الرقم الرابع. زي ما انتوا عارفين لو هو 5 فيما اعلى لحد التسعة يروح مزود ده ايه 1، يبقى ده 6. طب لو هو اقل الرقم ده هيبقى ايه؟ هيبقى يفضل زي ما هو تمام. حاجة يعني خدناها اعتقد في ابتدائي يعني لو تذكروا تمام. طيب تعالى بالنسبة لبرضه فورمات، يعني احنا بنحاول نعرض كل الامثلة فيها، ده برضه نفس المثال يعني مفيش مشكلة. وتعالى نشوف برضه المثال ده لو هو مثال مختلف، لا تقريبا مفيهوش اختلاف. تعالى بقى ايه دي شوية برضو أمثلة، بيقول لك ممكن يجي سؤال زي ده مثلا في امتحان أو حاجة معرفش يعني، تعالى نشوفه. بيقول لك إن 11 على 12 دي بيطلع لي رقم كبير قد كده. طيب تعالى بقى نشوف 11 على 12 دي لو أنا عايز رقمين بس بعد العلامة العشرية، فبكل بساطة أروح إيه واخد أول رقمين بس. الرقم التاني ده زي ما قلنا هعمل إيه؟ لازم أروح أشوف الرقم اللي قبله، رقم 5 فيما فوق أه يبقى يزود ده 1 فتطلع لي إيه 0.92، حلو كده؟ حلو زي ما أنت شايف أهو. طيب الرقم ده انا هاخد 3 ارقام بعد العلامه الايه العشريه، حلو كده؟ حلو. يبقى هعمل ايه؟ هروح اوصل لحد الرقم الثالث بس ماخدوش زي ما هو، لازم اروح اتشيك الرقم الرابع هنا، هل ده 5 فيما فوق؟ اه ده فعلا 5 فيما فوق، اروح مزود 1 هنا فتبقى ايه 0.917 تمام كده؟ تمام. طيب هنا المثال اللي احنا اتكلمنا عليه من شويه اللي هو خد لي رقمين بعد العلامه العشريه وعبر لي عنه بايه؟ عبر لي عنه بالطريقه اللي هي فيها اكسبوننشال اللي هي 10 باور كذا. فهتلاقيني برضو ايه مجربها لك هنا على التيرمينال يعني تمام كده تمام. طيب برضو دي شويه حاجات في السترينجز، مثلا ان احنا عارفين في سكيب كاركتر في البايثون اسمه باك سلاش ان. باك سلاش ان ده شغلته زي السي بلس بلس برضو، ان هو بيعمل لي ايه؟ بيعمل لي سطر جديد، حلو كده؟ حلو. طيب لو انا حطيت هالو وورد كده وعملت باك سلاش ان فهتطبع لي هالو وورد وايه وسطر جديد. طيب ازاي الاحظ حوار سطر جديد ده؟ انا هنا مثلا الجزء ده مجرب فيه اللي هي دي كده تمام كده تمام. هنا انا عامل سطر جديد وسطر جديد، طبعت الاول كلمه هالو وورد تمام وسطر جديد بعدين ايه سطر جديد. فلو هتلاحظ هنا الاروز دي مثلا ثابت مسافتين فاضيين او سطرين فاضيين وبعدين ايه طبعت الاروز دي، حلو كده؟ حلو. انما في حاله مثلا زي يعني مثلا الجزء ده بمثل فيه ايه دي كده الاولانيه خالص، ان انا مش سايب اي سطور فاضيه، فبالتالي هتلاقي ايه طبعت الجمله وبعدين ايه الارز نزلت تحتيها على طول، ده عشان تبقى فاهم يعني ايه سطرين فاضيين تمام كده تمام. طيب باك سلاش ان في الاول هيسيب سطر فاضي بعدين ايه يطبع الجمله بتاعتي، حلو حلو. هنا هتلاقيني ايه مجربها هنا كده، ان انا هعمل ايه، ايه اللي بيحصل هنا بالظبط؟ هو بيعمل واحد بعدين ينزل سطر ويسيب مسافه ويكتب الاثنين وبعدين ينزل سطر ويسيب مسافة بعدين ايه يطبع الثلاثة، حلو كده؟ حلو. طيب لازم بقى تبقى فاهم حاجة مهمة جدا، السبيس تعتبر بتتعامل معاملة الكاركتر نفسه، بمعنى لو تخيلنا ان الكاركترز دي كل كاركتر منهم بياخد مربع زي ده، مربع اهو مثلا كلمة هلو تمام، كل حرف فيها في مربع. السبيسز نفسها قبليها وبعديها او وات ايفر برضه تعتبر مربع بس مربع فاضي، لازم تبقى فاهم المعلومه دي كويس. طيب الفانكشن بتاعت فورمات دي برضه ممكن اقول لها هلو واقول لها الكلام ده، طب معناه ايه الكلام ده؟ بقول لها انا عايزك تعملي لي حاجه مثلا في ايه؟ في 20 مربع من دولت، هتطبعي لي الكلمه دي في 20 مربع من دولت، حلو كده؟ بس عايز في ال 20 مربع دولت يكون بعد الكلمة فاضي، لا لا أنا اتلخبطت، يعني أنا هرسم 20 مربع فاضيين، حلو؟ حلو، وهكتب من أول ال 20 مربع دولت حرف ال H في مربع، حرف ال E في مربع، ال L ال L ال O، تمام كده؟ تمام، يبقى إحنا كده إيه؟ ملينا كم مربع منهم؟ ملينا 5 مربعات، متبقي كم مربع من ال 20؟ 15 مربع، يبقى أملاهم كلهم إيه؟ مسافات. لو لاحظت هنا إن كلمة هلو اتطبعت
هو في كومة هنا كده مثلا، والباقي ده كله اتساب فاضي، في 15 مربع اتسابوا فاضيين. فهمت الفكرة دي؟ يبقى هو حجز الأول 20 مربع فاضي، رص الكلمة بتاعتي وشاف متبقي كام، بعدين إيه سابهم فاضيين. يعني أنا مثلا لو هطبع كلمة تاني جنبيها لازم يسيب المسافة دي كلها، بعدين إيه يطبع الكلمة اللي أنا عايز أطبعها تاني. حلو كده؟ حلو. طيب هنا في فورمات دي هقول له إيه؟ هقول له كلمة هلو دي عايزك تطبعها في 20 مربع، بس تسيب لي يعني أنت هتاخد مساحة 20 مربع دلوقتي وتسيبهم فاضيين، وتحط كلمة هلو بس في الآخر بقى، وقبليها كام المتبقي. كلمة هلو هتاخد 5 مربعات، يبقى هتاخد ايه 5 مربعات في الآخر اهو، ويتبقى لي 15 مربع قبليها هسيبهم كلهم ايه مربعات فاضية كده، فيظهر لي مسافة زي اللي انتوا شايفينها دي كده. تمام؟ أرجو يعني إن هي تكون وضحت وما حصلش لخبطة لأي حد. طيب هنا زي ما انتوا شايفين أنا بس ايه بنجرب الموضوع، في حاجة صغيرة بس اللي هي ايه، اللي هي ان انا احط الهات دي في بالشكل ده، يعني احنا جربناها كده جربناها كده. يعني ايه بقى اللي فوق؟ اللي فوق دي يعني في النص، يعني برضو هتطبع لي يعني هتحجز 20 مربع، بس عايز بقى كلمة هلو في النص، بمعنى ان انا احاول على قد ما اقدر ان عدد المربعات الفاضية اللي هنا يكون قد عدد المربعات الفاضية اللي هنا. تمام كده؟ تمام. طيب هنا في بقى حاجة بيقول لك ايه، انا عايزك تطبع لي كلمة هلو بعدين تنزل النقطة دي. تمام؟ الموضوع عامل زي ايه برضو، يعني خليني اقول لكم دلوقتي، انا هحجز 30 مربع فاضي. حلو؟ وهحط في اول مربع منهم النقطة دي، يتبقى لي كام مربع؟ 30 مربع خدت منهم واحد، يتبقى لي كام؟ يتبقى لي 29. اروح مليهم كلهم بالنقط دي كده، مفهوم الفكرة؟ يبقى 29 نقطة غير الاولى يبقى 30 نقطة، مفهوم الحتة دي؟ بس ده معناها، يعني انا بشرح لك كل حتة في الكود بتقول ايه عشان تظهر الاوتبوت ده. تمام؟ طيب هنا مثلا مثال مختلف شوية، تعالوا ناخده في الصفحة اللي جاية. ان انا قلت له ايه، قلت له داش، وبعدين يعني هنا مثلا خلوني اقول لك بحاجة، انا عملت فورمات. حلو؟ الفورمات دي هتعمل ايه، هتحجز 20 مربع فاضي، وفي اول مربع هتروح حاطه داش، يتبقى كام مربع؟ 19. تروح مليان كلهم داشز، عشان انا حاطط لها هنا داش، لو كنت حاطط لها نقطه كانت مالت ايه، كانت مالت نقط. حلو؟ يبقى انا بتملى حسب اللي انا حاطه جنب علامه الاكبر من او الاصغر من دي. حلو؟ حلو. بعدين اطبع كلمه هلو وورد هنا كده، اطبعها في النص اهو، بعدين حط لي داش. احنا حجزنا كام هنا؟ حجزنا 20 مكان فاضي، حطينا في اول واحد منهم داش، بعدين هنكمل بقيه ال 20 اللي احنا خدنا منهم واحد بقى 19، هنكملهم ايه؟ داشز كده. حلو كده؟ حلو. طيب تعالى الاول قبل ما اشرح لك ايه ده، تمام، خلينا نتكلم عن حاجه في الميموري. انا عارف انت ممكن تكون سمعتها قبل كده، ولكن خلينا ايه نعيدها. الميموري دي ممكن نشبهها، عارفين الكومودينو او اي حاجه مثلا دولاب ليه دراج كده، الميموري دي عامله زي كده بالظبط، كل درج ليه عنوان. عارفين بس لما تخش صيدليه ولا حاجه، لما تخش الصيدليه هتلاقيهم حاطين الادويه كده في دراج كتير، كل درج عليه مثلا رقم او حرف او وات ايفر، بحيث يعرف ان الدرج ده ايه، فيه حروف، فيه ادويه مثلا بحرف كذا. الميموري حرفيا شبه كده بالظبط، هي كلها دراج. تمام؟ كل درج عليه ادرس معين، بحيث ان انا لما احب اوصل للدرج ده واخد اللي فيه اوصل له بسهوله. الدرج ده انا ممكن اشاور عليه باسم، بدل ما اشاور عليه ايه بالميموري ادرس اللي هو بيكون حاجه شبه كده ارقام غريبه انت ممكن تفهمهاش، لا انا ممكن كيوزر عشان اسهل على نفسي اقول مثلا نم كي كاونتر، اي حاجه من اللي احنا ايه بنسميهم اسماء الفاريبلز دي. يبقى انا لما بقول مثلا نم بتساوي 10، انا بروح احجز مساحه في الذاكره بحط فيها 10 درج كده، بفتحه واحط 10، وبعدين اروح قافل الدرج ده ومشاور عليه ايه باسم معين عشان لما عاوز انادي عليه اللي هو نم. هكذا بقى الحاجات كلها في الذاكره. تمام كده؟ تمام. طيب احنا عايزين نتكلم على حاجه اسمها الالايسنج. ايه الالايسنج دي؟ بالعربي يعني اسم مستعار، يعني انا عملت فاريبل اسمه نم واديته قيمه ب 10. حلو كده؟ حلو. يبقى زي ما قلنا ان عايزك تتخيل ان الميموري دي ايه ادراج، يبقى في درج اهو في 10 وبيشاور عليه ايه نم. طب قلت بقى ان كي بتساوي نم دي، ايه اللي هيحصل؟ هل مجرد بس ان الكي هيتحط فيها قيمه 10 كوبي منها كده؟ لا، اللي هيحصل ان الكي دي هتروح تشاور برضو على نفس الدرج اللي فيه ال10. خلي بالك انا مش هكاري الدرج جديد، يعني مثلا في حد ممكن يتخيل انا هكاري الدرج جديد اسمه كي بيشاور اهو على الدرج، وهنا فيه 10 وهنا نم ده برضو، تمام، وفي 10. لا، الكلام ده مش في بايثون. في بايثون الكي هتروح تشاور مع النم زي ما انت شايف كده على ايه، نفس الدرج في الميموري. تمام كده؟ تمام.
طيب بالنسبه لان انا ازاي اجي يعني ايه المشاكل اللي ممكن تقابلني وانا بسمي اي فاريبل في ايه في بايثون، ان انا استخدم حاجه اسمها الكيوردز. ايه الكيوردز؟ ببساطه الكيوردز دي كلمه في اللغه معينه بتعمل حاجه وظيفه معينه، زي ايه؟ زي الاف مثلا، كلمه اف دي بستخدمها في الاف ستيتمنت، تمام كده؟ تمام. الامبورت دي عامله زي الهاش انكلود في السي بلس بلس. الالس مثلا، الالف اللي هي الس اف. الديف دي بنستخدم فيها الفانكشن، اكيد لو انت عارف فانكشن من سي بلس بلس، الديف هنا في البايثون ايه بتعمل برضه نفس الحاجه يعني بدون تفاصيل يعني، تمام. الترو، الاند دي اللي هي اللوجيكال اوبريتور اند اللي هو بيبقى عامل زي كده، في برضه الاور وفي الاور اهي، وفي النوت، النوت دي اللي هي علامه التعجب، والاور دي اللي كنا بنعملها تو بايبس كده. فبالتالي الحاجات دي بتبقى كيوردز في اللغه، يعني اللغه عارفه ان دي بتعمل حاجه معينه، ريتيرن مثلا زي بتاعت الفانكشن. فبالتالي ده ممكن يعمل لك مشكله وانت بايه، وانت بتسمي الفاريبل، فابعد عن ان انت تسمي الفاريبل بالطريقه دي، تمام كده؟ تمام. طيب ادينا هنا هنشوف مثلا امثله المشاكل اللي ممكن تقابلني وانا بسمي ايه الفاريبل. ان انا احط مثلا في اخر اسم الفاريبل مثلا هاش، لا انا ما ينفعش احط علامات في اسم الفاريبل، حلو كده؟ حلو. ايه العلامه الوحيده اللي ممكن احطها؟ اللي هي ايه؟ الاندر سكور. علامه بقى زي النوت دي او اللي هي الاكسكليميشن مارك، علامه التعجب دي ما ينفعش احطها في اسم الفاريبل، ما ينفعش احط الدولار ساين، ما ينفعش احط الكلام ده كله، تمام كده؟ تمام. طيب ان انا اقول ترو بتساوي 10، لا ما ينفعنيش الكلام ده، سينتكس ايرور على طول. فور، اي كلمه من الكيوردز دي ما ينفعش ايه، ما ينفعش استخدمها. طيب تعالى مثلا نشوف هنا، انا جربت لك اتنين منهم مثلا، ده طبعا هيشتغل عادي ما فيهوش اي مشكله، بيبدا باسم مش بيبدا برقم، ما فيهوش اي علامه من العلامات الممنوعه، وقلت بيساوي 15 فبالتالي ما عنديش مشكله. طيب هنا ده زيه بالظبط بس في علامه الاندر سكور، فبالتالي قلنا الاندر سكور ما فيهاش اي مشكله فتمام برضه. طبعا المشكله في الاثنين دول اللي انا مجربهم لك هنا، الاثنين دول الاسم بيحتوي على علامه اللي هي علامه الداش دي، وقلنا ما ينفعش الاسم يحتوي على اي علامه غير الاندر سكور تقريبا، تمام. هنا بنبدأ برقم وقلنا ما ينفعش الـ variable name يبدأ برقم، تمام كده؟ تمام. طيب خلينا نقول ان انت جيت مثلا قلت ان keyword من الـ keywords مثلا زي print كده بتساوي 10، حلو كده؟ حلو، ما طلعليش error، قال لي الدنيا تمام. بعدين جيت قلت له print اللي هي وظيفتها عادي في بايثون ان هي بتبرنت الكلام، يعني انا في الطبيعي لو كتبت print hello هيتظهر لي كلمة hello، قال لي لا، ما هو انت دلوقتي كان عندك برنت دي بتعمل شغلانه معينه، انت جيت خدتها من الشغلانه بتاعتها وقلت دي بتساوي 10، فما تجيش بقى تقول لي برنت، فبالتالي ايه؟ دي تطلع لي ايرور زي ما انتم شايفين، تمام كده؟ طيب دي الاوبريشنز، واظن ان هي مش ما فيهاش اي حاجه جديده يعني غير ملحوظه صغيره ان دي الديفيجن في البايثون اللي هي فلود ديفيجن، تمام؟ ان انا اقول 45 على 3 دي هتطلع لي مثلا رقم، فهنا ايه؟ هيظهر لي العلامه بتاعت الفلوت. هنا دي اسمها انتجر ديفيجن، يعني خلينا مثلا لو افترضنا ان الرقم ده كان 15.5، تمام كده؟ لو انا حاطط علامه سلاش واحده بس في العمليه نفسها يظهر لي 15.5، لو حاطط تو اللي اسمهم الليست الداش كان اسمهم ايه؟ سوري نسيت والله. الفرونت سلاش، تمام؟ لو حاطط فرونت سلاش كده فبالتالي ايه؟ ال 15 دي هتظهر لي بس، ويروح ايه؟ واخد ال 0.5 دي كده ويروح ايه رميها، انا مش عايزك خالص. دي اسمها ايه؟ الانتجر ديفيجن يعني، تمام كده؟ تمام. طيب دي الاولويات العمليات الحسابيه يعني في بايثون، برضو شبه السي بلس بلس شويتين يعني. اول حاجه طبعا الباور هنا هو ايه بيبقى اولى حاجه على طول، طبعا الاستريك، استريك دي بتاعت الباور، تمام كده؟ تمام. طيب الضرب، القسمه، الانتجر ديفيجن، برضو احنا قلنا الانتجر ديفيجن هي تقريبا القسمه، المودولس اللي هي باقي القسمه، تمام، دول بعد الباور على طول. الجمع والطرح بعديهم، وبعدين اللوجيكال الريليشنال ان انا ابتدي اقول ده اصغر مني او يساوي، ولا اصغر من ولا لا يساوي والكلام ده. بعدين ايه؟ اللوجيكال اوبريتورز، واللوجيكال اوبريتورز دول برضو مش نفس الاولويه، النوت هي اولى حاجه، بعدين الاند، بعدين الاور، تمام كده؟ تمام. الكلام ده شبه السي بلس بلس يعني ما فيهوش اختلاف كبير. طيب انا برضو سايب لك الحاجات دي يعني ما اظنش ان هي ايه حاجه كبيره قوي. الملحوظه هنا ان العمليه بتاعت الباور دي بتمشي رايت تو ليفت، بمعنى ان انا ما ينفعش اجي اقول 2 باور 2 تساوي 4، 4 باور 3 بتساوي كذا، لا انا هنا هقول 2 باور 3 بتساوي 2 باور 3 بتساوي 8، بعدين اقول 2 باور 8،
دي العملية اللي بتمشي، دي كده اسمها ايه، رايت تو ليفت، بتمشي من اليمين للشمال. بقيت العمليات عادي، بمشي شوف القوس هنا من ليفت تو رايت، ماشي 6 ناقص 3 ب 3، 3 زائد 2 ب 5 كده يعني. تمام، دي كانت الملحوظة يعني ايه المهم. لو انا حاطط قوس طبعا نفس الكلام، لو انا حاطط قوس هنا لا هروح اعمل دي الاول، لان القوس قلنا اولى يعني من اي حاجة، فاروح اعمل دول الاول، يبقى ايه يطلع لي 4، وبعدين ايه 4 باور ال3. تفهم كده؟ تمام. طيب اخر حاجه حابين نقولها هي الاسكي كود، هي كانت حاجه اتقالت سريعا في المحاضره، برضو ممكن تستخدمها لو انت بتحل من على كود فورسز او الحاجات اللي زي دي، فايه بتبقى عارف ان كل رقم تقريبا اقدر اعبر عنه سوري كل كاركتر اقدر اعبر عنه ايه بارقام، زي مثلا الاي كابيتال بيتعبر عنها ايه ب 65، تمام، الاي سمول بيتعبر عنها تقريبا كان ب 97، ب 97. فبالتالي ايه دي زي ما احنا عارفين ان الكمبيوتر بيبتدي يتعامل مع كل حاجه على انها ايه، على انها باينري نمبرز. فالكمبيوتر بيتعامل مع الايه، ان هي باينري نمبر، الباينري نمبر ده لما احوله لديسمال هيساوي ايه، ال65. دي فكره الاسكي كود يعني. تمام، طبعا الاسكي كود ليه تيبل، هو ما دخلناش في تفاصيل في المحاضره، بس انا قلت ايه اقول المعلومه دي لو حد حابب برضه يبحث عنها. بتساعدك في حاجات كتير في ابلكيشنز، ان انا مثلا اتشيك النمبر ده هل هو كابيتال هل هو سمول. لو انت لاحظت ان مثلا كل الكابيتال نمبرز هم اصغر من ال 97 دي، فبالتالي لو جالي رقم وحولته لرقم ديس، لو جالي سوري كاركتر وحولته مثلا لرقم ديسيمال، عايز اتشيك هو مثلا كابيتال ولا سمول، هحوله لرقم ديسيمال اشوف لو هو اصغر من ال 97 دي يبقى هو رقم كايه كابيتال، طب لو هو 97 او اكبر يبقى هو رقم سمول. تمام، ده ابلكيشن مثلا من ابلكيشنز بتاعته في البرمجه يعني. تمام كده. طيب دي تقريبا كانت كل حاجة نظرية عندنا في المحاضرة، يعني أتمنى أكون استفدتوا، وسامحوني على أي تقصير عملته في المحاضرة دي يعني. وبرضه ممكن تفتح السلايدز تتأكد إن أنا مش ناسي أي حاجة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.